محمد، ألف مبروك كابتن. ماذا تشعر أنت تحصل على لقب لأول مرة فريق ليفربول يحصل هذا؟ محمد، ألف مبروك كابتن. ماذا تشعر أنت تحصل على لقب لأول مرة فريق ليفربول يحصل هذا اللقب؟ أكيد سعداء جدا، الله يبارك فيك. أكيد سعداء جدا إن احنا نكسب اللقب، جينا البطولة مخصوص عشان يعني أمانة إن احنا نكسب اللقب، وأفتكر إن احنا أدينا بشكل كويس. أفتكر كل حاجة كانت كويسة في البطولة، التنظيم كان كويس والماتشات كانت كويسة، فكنا موفقين في الشوط الثالث إن احنا نجيب جون، فالحمد لله على المكسب. وأتمنى إن شاء الله لما نرجع دوري تاني نبدأ بقى نركز في الدوري أكتر. كابتن محمد، انت واحد من اللاعبين القلائل الذين لعبوا على هذا الملعب، ملعب مونديالي لعام 2022، قد ايه مهم انك ترجع للملعب ده مع منتخب بلدك مصر وتلعب عليه؟ والله متفائل ان شاء الله ان احنا نرجع نلعب في كاس العالم تاني، وافتكر عندنا جيل، بنبني جيل جديد، والدنيا بتبقى صعبه شويه عشان بتبني جيل جديد، لكن انا متفائل جدا بالمجموعه اللي موجوده، محتاجين الدعم بتاع الناس معانا الفتره الجايه ان شاء الله، ومتاكد ان احنا متفائل ان احنا نصعد ان شاء الله كاس العالم. ارجع للاستوديو ابو تريكه، سامعك دلوقتي، وممكن ايضا انت تسمعه، وبالمناسبه محمد سعدون سماك العريس النهارده. انا اول شيء كابتن محمد، صح، انا محمد سعدون الكواري، اول شيء اقول لك الف مبروك، نور قطر تستحق الفوز بالبطوله وبلقب افضل لاعب، ومعك اخوك ومثلك الاعلى كابتن محمد ابو تريكه. مبروك يا ابو صلاح. الله يبارك فيك. انا مبسوط اولا ان انت لف العالم بتاع مصر، دي حلوه منك. مبسوط انا ان شفت العالم، شفت في المدرجات، انما يبقى عليك حاجه خاصه، شفت شاكه. دي اول حاجه. تاني حاجه، احساسك بالجائزه، يعني الجائزه دي حاجه مهمه بالنسبه لك، ايه احساسك بالجائزه؟ والله اكيد كل الناس اللي كسبت الجائزه قبل كده كانت ناس اسميها كبيره وحاجه كويسه ليهم، فانا سعيد اكتر بان احنا خدنا البطوله، وافتكر ان اللعيبه كلها كانت تستحق الجائزه دي. ما بقتنعش دايما بالجوائز الفرديه، لكن مقتنع ان ده تيم وورك، وافتكر اللعيبه كلها كانت ادت البطوله بشكل كويس. ما اقدرش اقول واحد كان احسن من الثاني، لكن في الاخر بتبقى جايزه فرديه لازم تديها لحد، فانا متفائل. انا بشكر كل اللعيبه طبعا وبهديهم الجايزه دي. انا اولا زي ما قال لك كسب مونتريال اللي كان كسبك، فاخذ بثارك محمد صلاح كلنا. هو زي ما قال لك صفوان كده، ان شاء الله عاوزين نشوفك في 2022 هنا في الدوحه ان شاء الله في كاس العالم، وقبلها ان شاء الله تبقى موجود في كاس عالم الانديه السنه الجايه برضو، تبقى موجودين. فانتوا اهم لكم ان شاء الله البطولات اللي انتوا مشاركين فيها تبقى يعني ان شاء الله تاخدوها كلها، انما الاهم بالنسبه لك الفوز بدوري ابطال تاني ولا الفوز بالدوري؟ الاثنين. عايش انا طماع دايما في حياتي. لا ما شاء الله عليك، هو ده الطموح. لا انا متفائل ان شاء الله ان احنا نعمل حاجه كويسه في البطولتين، فربنا يسهل ان شاء الله، ونرجع تاني راجعين بكره ان شاء الله، ونبقى مركزين كده ونركز على البطولتين، وربنا يكرمنا ان شاء الله. مين الاخطر في المنافسه، ليستر ولا السيتي؟ الاثنين بيأدوا بشكل كويس، بس ما تقدرش تشيل مانشستر من المنافسه عشان خاطر مانشستر كسبت اخر سنتين الدوري، فافتكر ان هما منافس قوي جدا. والسنه اللي فاتت برضو كان لحد كريسماس كنا متفوقين بعدد نقط كتيره، وبعد كده رجعوا كسبوا الدوري، فافتكر ان احنا لازم بس نحافظ على هدوءنا وتركيزنا، وان شاء الله نكسب الدوري باذن الله. بس افتكر مانشستر سيتي. يعني عارف انه ليستر خسر النهارده من السيتي كابتن؟ والله أيوة. لا كنا 3-1 خسر 3-1. ففرصتكم الان لو فزتوا بالمباراه المؤجله 13 نقطه يصير الفرق عن المركز الثاني. لسه بدري يوم حلو يعني بالنسبه لكم من كل جوانب. اكيد يوم كويس لينا بمكسب مانشستر، لكن في الاخر انت عارف السنه اللي فاتت لما برضو تعادلنا ماتشين 3 ورا بعض، ده برضو بيصعب الامور عليك، بيخليك متنرفز اكتر. فانا شايف ان احنا بس نفضل ناخد كل ماتش بماتشه، وربنا يكرم ان شاء الله. كابتن صلاح الف مبروك حبيب. واوصل لك حب وتحيه تقدير الالاف من المصريين ومن القطريين من كل الجنسيات اللي حاولوا يقابلونك يلتقطون صور تذكاريه، لكن الكل عارف خصوصيه وظروف هذه البطوله. الف مبروك ونورتنا فقط. ربنا يخليك. شكرا يا استاذ. شكرا حبيب. لك شكرا. الف مبروك ان شاء الله. الف مبروك. شكرا لك محمد، الف مبروك كابتن. ماذا تشعر أنت تحصل على لقب لأول مرة فريق ليفربول يحصل هذا اللقب؟ أكيد سعداء جدا، الله يبارك فيك. أكيد سعداء جدا إن احنا نكسب اللقب، جينا البطولة مخصوص عشان يعني أمانة إن احنا نكسب اللقب، وأفتكر إن احنا أدينا بشكل كويس. أفتكر كل حاجة كانت كويسة في البطولة، التنظيم كان كويس والماتشات كانت كويسة، فكنا موفقين في الشوط الثالث إن احنا نجيب جون، فالحمد لله على المكسب. وأتمنى إن شاء الله لما نرجع دوري تاني نبدأ بقى نركز في الدوري أكتر.
كابتن محمد، انت واحد من اللاعبين القلائل الذين لعبوا على هذا الملعب، ملعب مونديالي لعام 2022، قد ايه مهم انك ترجع للملعب ده مع منتخب بلدك مصر وتلعب عليه؟ والله متفائل ان شاء الله نحن نرجع نلعب في كاس العالم تاني، وافتكر عندنا جيل، بنبني جيل جديد، والدنيا بتبقى صعبه شويه عشان بتبني جيل جديد، لكن انا متفائل جدا بالمجموعه اللي موجوده، محتاجين الدعم بتاع الناس معانا الفتره الجايه ان شاء الله، ومتاكد ان احنا متفائل ان احنا نصعد ان شاء الله كاس العالم. ارجع للاستوديو ابو تريكه، سامعك دلوقتي وممكن ايضا انت تسمعه، وبالمناسبه محمد سعدون سماك العريس النهارده. انا اول شيء كابتن محمد صاح، انا محمد سعدون الكواري، اول شيء اقول لك الف مبروك، نور قطر تستحق الفوز بالبطوله وبلقب افضل لاعب، ومعك اخوك ومثلك الاعلى كابتن محمد ابو تريكه. مبروك يا ابو صلاح. الله يبارك فيك. انا مبسوط اولا ان انت لف في العالم بتاع مصر، دي حلوه منك. مبسوط انا ان شفت العالم، شفت في المدرجات، انما يبقى عليك حاجه خاصه، شفت شاكه. دي اول حاجه. تاني حاجه، احساسك بالجائزه، يعني الجائزه دي حاجه مهمه بالنسبه لك، ايه احساسك بالجائزه؟ والله اكيد كل الناس اللي كسبت الجائزه قبل كده كانت ناس اسميها كبيره وحاجه كويسه ليهم، فانا سعيد اكتر بان احنا خدنا البطوله، وافتكر ان اللعيبه كلها كانت تستحق الجائزه دي. ما بقتنعش دايما بالجوائز الفرديه، لكن مقتنع ان ده تيم وورك، وافتكر اللعيبه كلها كانت ادت البطوله بشكل كويس. ما اقدرش اقول واحد كان احسن من الثاني، لكن في الاخر بتبقى جائزه فرديه لازم تديها لحد. فانا انا بشكر كل اللعيبه طبعا وبهديهم الجائزه دي. انا اولا زي ما قال لك كسب مونتريال اللي كان كسبك، فاخذ بثارك محمد صلاح كلنا. هو زي ما قال لك صفوان كده، ان شاء الله عاوزين نشوفك في 2022 هنا في الدوحه ان شاء الله في كاس العالم، وقبلها ان شاء الله تبقى موجود في كاس عالم الانديه السنه الجايه برضو، تبقى موجودين. فانتوا اهملكم ان شاء الله البطولات اللي انتوا مشاركين فيها تبقى يعني ان شاء الله تاخدوها كلها، انما الاهم بالنسبه لك الفوز بدوري ابطال تاني ولا الفوز بالدوري؟ الاثنين. عايش انا طماع دايما في حياتي بقى. لا ما شاء الله عليك، هو ده الطموح. لا انا متفائل ان شاء الله ان احنا نعمل حاجه كويسه في البطولتين، فربنا يسهل ان شاء الله، ونرجع تاني راجعين بكره ان شاء الله، ونبقى مركزين كده ونركز على البطولتين، وربنا يكرمنا ان شاء الله. مين الاخطر في المنافسه، ليستر ولا السيتي؟ الاثنين بيأدوا بشكل كويس، بس ما تقدرش تشيل مانشستر من المنافسه، عشان خاطر مانشستر كسبت اخر سنتين الدوري، فافتكر ان هما منافس قوي جدا. والسنه اللي فاتت برضو كان لحد كريسماس كنا متفوقين بعدد نقط كتيره، وبعد كده رجعوا كسبوا الدوري، فافتكر ان احنا لازم بس نحافظ على هدوءنا وتركيزنا، وان شاء الله نكسب الدوري باذن الله. بس افتكر مانشستر سيتي. يعني عارف انه ليستر خسر النهارده من السيتي كابتن؟ والله أيوة. لا كنا 3-1 خسر 3-1. فرصتكم الان لو فزتوا بالمباراه المؤجله 13 نقطه يصير فرق على المركز الثاني. لسه بدري، لسه بدري. يوم حلو يعني بالنسبه لكم من كل أكيد. من كل جوانب اكيد يوم كويس لينا بمكسب مانشستر، لكن في الاخر انت عارف السنه اللي فاتت لما برضو تعادلنا ماتشين 3 ورا بعض، ده برضو بيصعب الامور عليك، بيخليك متنرفز اكتر. فانا شايف ان احنا بس نبدأ ناخد كل ماتش بماتش، وربنا يكرم ان شاء الله. كابتن صلاح الف مبروك، واوصل لك حب وتحيه وتقدير الالاف من المصريين ومن القطريين من كل جنسيات اللي حاولوا يقابلونك يلتقطون صور تذكاريه، لكن كل عارف خصوصيه وظروف هذه البطوله. الف مبروك ونورنا فقط. ربنا يخليك. شكرا استاذ. شكرا لك. الف مبروك ان شاء الله. الف مبروك. شكرا لك. لعب ملعب مونديالي لعام 2022، قد ايه مهم انك ترجع للملعب ده مع منتخب بلدك مصر وتلعب عليه؟ والله متفائل ان شاء الله ان احنا نرجع نلعب في كاس العالم تاني، وافتكر عندنا جيل، بنبني جيل جديد، والدنيا بتبقى صعبه شويه عشان بتبني جيل جديد، لكن انا متفائل جدا بالمجموعه اللي موجوده، محتاجين الدعم بتاع الناس معانا الفتره الجايه ان شاء الله، ومتاكد ان احنا متفائل ان احنا نصعد ان شاء الله كاس العالم. ارجع للاستوديو ابو تريكه، سامعك دلوقتي وممكن ايضا انت تسمعه، وبالمناسبه محمد سعدون سماك العريس النهارده. انا اول شيء كابتن محمد صاح، انا محمد سعدون الكواري، اول شيء اقول لك الف مبروك، نور قطر تستحق الفوز بالبطوله وبلقب افضل لاعب، ومعك اخوك ومثلك الاعلى كابتن محمد ابو تريكه. مبروك يا ابو صلاح. الله يبارك فيك. انا مبسوط اولا ان انت لف في العالم بتاع مصر، دي حلوه منك. مبسوط انا ان شفت العالم، شفت في المدرجات، انما يبقى عليك حاجه خاصه، شفت شاكه. دي اول حاجه. تاني حاجه، احساسك بالجائزه، يعني الجائزه دي حاجه مهمه بالنسبه لك، ايه احساسك بالجائزه؟ والله اكيد كل الناس اللي كسبت الجائزه قبل كده كانت ناس اسميها كبيره وحاجه كويسه
ليهم. فانا سعيد اكتر بان احنا خدنا البطوله, وافتكر ان اللعيبه كلها كانت تستحق الجائزه دي. ما بقتنعش دايما بالجوائز الفرديه, لكن مقتنع ان ده تيم وورك, وافتكر اللعيبه كلها كانت ادت البطوله بشكل كويس. ما اقدرش اقول واحد كان احسن من الثاني, لكن في الاخر بتبقى جائزه فرديه لازم تديها لحد. فانا انا بشكر كل اللعيبه طبعا وبهديهم الجائزه دي. انا اولا زي ما قال لك كسب مونتريال اللي كان كسبك, فاخذ بثارك محمد صلاح كلنا. هو زي ما قال لك صفوان كده, ان شاء الله عاوزين نشوفك في 2022 هنا في الدوحه ان شاء الله في كاس العالم, وقبلها ان شاء الله تبقى موجود في كاس عالم الانديه السنه الجايه برضو تبقى موجودين. فانتوا اهملكم ان شاء الله البطولات اللي انتم مشاركين فيها تبقى يعني ان شاء الله تاخدوها كلها. انما الاهم بالنسبه لك الفوز بدوري ابطال تاني ولا الفوز بالدوري؟ الاثنين. الاثنين. عايش انا طماع دايما في حياتي بقى. لا لا ما شاء الله عليك. هو ده الطموح. لا انا متفائل ان شاء الله ان احنا نعمل حاجه كويسه في البطولتين, فربنا يسهل ان شاء الله ونرجع تاني راجعين بكره ان شاء الله, ونبقى مركزين كده ونركز على البطولتين وربنا يكرمنا ان شاء الله. مين الاخطر في المنافسه, ليستر ولا السيتي؟ الاثنين بيقدموا بشكل كويس, بس ما تقدرش تشيل مانشستر من المنافسه عشان خاطر مانشستر كسبت اخر سنتين الدوري. فافتكر ان هما منافس قوي جدا, والسنه فاتت برضو كان لحد كريسماس كنا متفوقين بعدد نقط كتيره, وبعد كده رجعوا كسبوا الدوري. فافتكر ان احنا لازم بس نحافظ على هدوءنا وتركيزنا, وان شاء الله نكسب الدوري باذن الله. بس افتكر مانشستر سيتي. يعني عارف انه ليستر خسر النهارده من السيتي كابتن؟ والله أيوة. لا كنا 3-1 خسر 3-1. فرصتكم الان لو فزتوا بالمباراه المؤجله 13 نقطه يصير فرق على المركز الثاني. لسه بدري يوم حلو يعني بالنسبه لكم من كل جوانب. اكيد يوم كويس لينا بمكسب مانشستر, لكن في الاخر انت عارف السنه فاتت لما برضو تعادلنا ماتشين 3 ورا بعض, ده برضو بيصعب الامور عليك, بيخليك متنرفز اكتر. فانا شايف ان احنا بس نبدأ ناخد كل ماتش بماتش, وربنا يكرم إن شاء الله. كابتن صلاح ألف مبروك, وأوصل لك حب وتحية تقدير الآلاف من المصريين ومن قطريين من كل